تفاصيل أكثر مع ضيفنا الأستاذ رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، الذي ينضم معنا من دبي عبر سكايب. مرحبا بك سيد رائد. بداية، كيف تفسر الارتفاعات في مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية رغم مخاوف انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا؟ تفضل. يعني المسبب الرئيسي هو أداء الشركات إجمالا. نحن نعلم أنه نحن في موسم إعلانات الأرباح عن الربع الثاني، ومعظم الشركات، أكثر من 88% من الشركات التي تم الإعلان عن أرباحها حتى الآن تفوقت أرباحها على التوقعات إجمالا، وذلك يعطينا نظرة إيجابية إلى أنه معطيات الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية وجيدة وإيجابية بشكل كبير، على الرغم من متحور دلتا وعلى الرغم من ارتفاع واضح في عدد الحالات الإصابات بكورونا. ولكن ما يظهر لنا بوضوح أن الأسواق بدأت تتعامل بشكل مختلف نوعا ما فيما يتعلق بالحالات المرتفعة. هناك تفاؤل بالفترة المستقبلية ما لم يكن هناك أي إغلاقات اقتصادية واضحة. تبقى الأسواق متفاعلة بشكل إيجابي مع المعطيات اللي على الأرض، وهي إعلانات أرباح إيجابية، معطيات الاقتصاد الجزئي تظهر قراءات إيجابية بشكل واضح بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. لعل قراءة اليوم المنتظرة اللي هي الـ ISM Manufacturing أو ما يعرف بالقطاع التصنيعي في مؤشر الخدمات، مؤشر قطاع تصنيعي في الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر هذا المؤشر اليوم التوقعات عند 60، وطبعاً 60 تعتبر بعيدة عن مستويات 50 الفاصلة ما بين التوسع والانكماش. قراءة عند هذه المستويات سوف يكون لها أثر إيجابي كبير إذا كانت يعني أفضل من التوقعات، وسوف تعزز من أداء الأسواق إجمالاً حول يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً سيكون لها تأثير الانتقالي للأسواق الأخرى في العالم. ولكن الأداء الإيجابي والأرباح التي تفوق التوقعات هي المحرك الأبرز في الأسواق حالياً. طيب، يعني سيد رائد، هذه المخاوف تتزامن مع انتعاش وارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية، لكن بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي كيف تراه مع وجود المتحورات كمتحور دلتا من فيروس كورونا؟ هل يمكن أن يدخل هذا الفيروس أو هذا المتحور أن يدخل العالم بانتكاسة جديدة ربما؟ يعني مجددا أعتقد الخبرة أصبحت أكثر وأكبر من قبل الحكومات ومن قبل الاقتصاديات حول العالم للتعامل مع الأثر السلبي للفيروس كورونا على الاقتصاد على وجه التحديد. وكذلك الأمر، هناك العديد من التجارب السيئة التي لن تكررها الكثير من الاقتصادات فيما يتعلق بالإغلاقات الاقتصادية إجمالا. هناك دروس تم يعني تعلمها بطريقة قاسية في الفترة الماضية وفي عام 2020، وأيضا ألفت للانتباه أن حتى مع وجود المتحور يعني الجديد، متحور دلتا والسلالات الجديدة من كورونا، لا نلاحظ أنه الانتشار ذو أثر سلبي وقرارات قوية كما كان في عام 2020، اللي هي كانت أغلق اقتصاداتك، اقطع سلاسل التوريد، وبشكل واضح الأثر السلبي يعني ويعني لا يوجد أحد في الشوارع. هذا الأمر لا يحدث حاليا على أرض الواقع مع وجود السلالات الجديدة. لماذا؟ لأن هناك طريقة تعامل أصبحت أكثر سلاسة، وأيضا انتشار وسرعة انتشار اللقاحات وتوزيعها. يعني نحن نطلع على فايزر التي تمكنت حتى الآن من يعني توزيع حوالي 7 مليون جرعة، ومن المتوقع أن تنهي 21 مليون جرعة مع نهاية التعاملات هذا العام. يعني هذا دليل إضافي على أنه معظم الشركات المنتجة للقاحات بدأت تزيد من إنتاجيتها بشكل كبير. سرعة انتشار اللقاحات تلعب دورا مهما في تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد، بالتالي ذلك يعني يعزز النظرية الأخيرة كانت نشرتها يعني هارفارد، أن الاقتصاد العالمي سيضطر للإغلاق كل عامين مرة بنتيجة فيروس كورونا إذا لم يتم إنفاق ما يقارب تريليون دولار أمريكي كل سنة
لعملية يعني نوعا ما عملية الوقاية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، مع التوجه الواضح والإنفاقات التي تجاوزت هذا الرقم حقيقة من قبل معظم الاقتصادات يعني كمجمل كمجموع، أعتقد هذا انعكس بشكل واضح على قلة التأثير السلبي وسرعة زوال التأثير السلبي لارتفاع عدد الحالات، علما أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية حاليا يواجهون ارتفاع واضح في عدد الحالات مجددا، ولكن ذلك لم يؤثر حقيقة على البيانات الاقتصادية. وآخر قراءة شاهدناها من الصين كانت قراءة مرتفعة لمؤشر الخدمات، وهو مؤشر مهم جدا، يعني هذا المؤشر الذي صدر صباح اليوم يظهر على أنه الاقتصاد الصيني في قراءة إيجابية وأفضل من التوقعات للمرة الأولى منذ 16 شهرا، وهذا يعني يعتبر في ضمنيا قراءة إيجابية لهذا الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم. بالتالي يوجد آلية إيجابية للتعامل إن صح التعبير مع الفيروس كورونا حاليا، وهذا يقلل من الآثار السلبية حول العالم. طيب، بعض الدول بدأت تعود وتخفف من إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا، لكن هذه العودة حسب بعض المختصين يرون بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب. كيف يمكن لهذه الدول أن تكون بالمستوى المطلوب وتدفع عجلة الاقتصاد بعد فيروس كورونا؟ كيف ستكون الخطة لإعادة إطلاق الاقتصاد بالنسبة لدول العالم؟ يعني تتمكن من فتح الاقتصادات بشكل أوضح هي التي تتمتع بمستويات أعلى من التلقيح، يعني بمعنى آخر التطعيمات فيها يعني مستوياتها أعلى، تتجه هذه الدول إجمالا إلى إمكانية تخفيف إجراءات الاحترازية والوقاية من كورونا. كل ما كان عندي أنا جرعات تطعيم أعلى إضافة إلى تزامن مع انخفاض في عدد الحالات بالوقت الذي عم ترتفع عندي فيه التطعيمات حول يعني التطعيمات بشكل واضح، هذا العامل أو هذا الإجراء الرئيسي الذي يمنع أن يكون هناك ضرورة لإجراءات متشددة نوعا ما. يعني رأينا الاقتصاد البريطاني كيف تمكن من تحقيق هذه المستويات، ومن هذا المنطلق تمكن أيضا من رفع يعني أقصد بذلك تحقيق مستويات أعلى من التطعيم، إضافة إلى مستويات أقل في عدد الحالات تمكن من عملية تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الإجراءات الإجبارية وإغلاقات الإجبارية التي كانت موجودة في المملكة المتحدة. هذا يعني على سبيل المثال. في نفس الوقت عندنا درجة يعني أتمتت والتعامل والإجراءات الجديدة للمشاريع التجارية فيما يتعلق بالتعامل خلال فترة أزمة كورونا، للمنع من عمليات التجمع، للمنع من عمليات الانتقال السريع. أعتقد هذه الإجراءات هي التي تضمن استمرارية المشروعات التجارية إجمالا، وفي نفس الوقت أن يكون هناك يعني عدد أقل من الحالات أو تحت السيطرة الحالات. طيب، هذا التعافي الاقتصادي، مسار الاقتصاد الجديد، هل من الممكن أن يتأثر بتعثر جهود التطعيم؟ يعني بلا شك هو مرتبط ارتباط رئيسي بجهود التطعيم. خلينا نرجع شوي لعام 2020 عندما بدأت الأزمة إن صح التعبير، وشاهدت العديد من القطاعات الانهيارات الواضحة. الجميع كان منشغل بكيف سوف يصحح الاقتصاد العالمي مساره، كيف سيكون شكل التصحيح بعد الهبوط الحاد، هل سيكون على شكل حرف يو، أي سنمتد فترة طويلة وكل المشروعات التجارية تعود للارتفاع وكأن شيئا لم يكن، أم في الارتداد سوف تكون سريعة جدا مثل ما هبطنا عدنا مجددا للصعود، أم ظهرت نظريات جديدة مثل الكي شيب واللي هو بعض المشروعات سوف تتمكن من العودة والاستفادة من الأزمة، والبعض الآخر سوف يعود أو سوف يهبط أو يضمحل لأنه لم يستطع التأقلم حقيقة مع الأزمة. الآن معظم الذين تمكنوا من الصعود مرة أخرى والتحقيق التعافي من الأزمة هم الذين يرتبطون بشكل مباشر بتوسع في عملية التطعيم.
في عملية اللقاحات. إذا التفاعل الأكبر من الدول والاقتصادات التي تتعامل بشكل مباشر على رفع مستويات التطعيم داخل الدولة هي التي تجني ثمار ذلك من خلال انخفاض في الحالات، إضافة إلى يعني تقبل الدول الأخرى لها من ناحية السفر، من ناحية الإجراءات الدخول السهلة، كذلك الأمر العلاقات التجارية وعودة ثلاثة الإمداد بشكل أكثر سلاسة. إذن مستوى التطعيم هو عامل بارز ومهم جدا على مستوى الاقتصاد العالمي، ويعني حتى يتمكن أو نتمكن من العودة إلى التعافي الكامل أو الشامل إن صح التعبير. طيب، بما أنه فيروس كورونا كان بمثابة عامل وحيد للتأثير على الاقتصاد العالمي أو العامل الأبرز ربما وليس الوحيد، هل من الممكن أن يكون تكون اللقاحات هي العامل الأبرز أيضا بدفع وتحريك عجلة الاقتصاد مستقبلا، أم أننا نحتاج ربما إلى قطاعات أخرى، العالم يحتاج إلى قطاعات أخرى لدفعها وتفعيلها لتحريك عجلة الاقتصاد؟ يعني هذا أكيد، هذا أمر واضح جدا. يعني نحن كنا في البداية نتحدث وتصب الأنظار إلى عدد الحالات، الآن تصب الأنظار بشكل واضح إلى عدد التطعيمات. يعني كل المقاييس الموجودة في يعني وزارات الصحة حول أو الهيئات الصحية حول العالم بدأت تضمن كعامل أساسي هو عدد التطعيمات أو مستوى التطعيم داخل الدولة على مجتمع على يعني كافة الفئات العمرية. هذا يلعب دورا هاما في توقع الأداء الاقتصادي في الفترة القادمة، وتوقع أيضا شدة أو سهولة الإجراءات الاحترازية. بالتالي هو عامل مهم جدا شأنه شأن يعني المتغيرات الجديدة التي يعني تخلقها كورونا. ولكن يعني بتوضيح أكثر للسؤال اللي أنت تفضلت فيه، هل هو عامل بديل؟ نحن عم نتحدث على مجموعة عوامل بديلة خلقتها كورونا. حقيقة كورونا صحيح أن كانت صدمة، يعني ذات خلينا نقول مشكلة طبيعية سببت يعني مشكلة اقتصادية، وليست مشكلة اقتصادية بسبب اقتصادي بحت وإنما بسبب طبيعي، ولكنها خلقت أيضا العديد من النماذج الجديدة التي نحن نتعامل معها أيضا نتيجة ما بعد كورونا. حفزت بشكل واضح عملية البحث العلمي، وحفزت أيضا نشوء مشاريع جديدة، حفزت أيضا الاستخدام الواضح والجلي للتكنولوجيا وحققت طفرة في قطاع التكنولوجيا إجمالا. وحد يعني عم نشهد هذا الأمر من خلال البيانات الاقتصادية ومن خلال أرباح الشركات التكنولوجية وشركات الصحة. نحن عم نتحدث يعني على سبيل المثال موديرنا التي تصدر اللقاحات تمكنت من تحقيق قفزة من عام 2020 إلى وقتنا الحالي بارتفاع ب 270% هذا السهم، من $104 إلى $385. إذن يوجد هناك توجه واضح نحو هذه القطاعات التي خلقت الطفرة إن صح التعبير وعالجت كورونا. كذلك الأمر إذا بحثنا عن زوم الذي نتحدث من خلاله اليوم كشركة، أيضا تمكنت من تحقيق ارتفاعات واضحة جدا في العام 2020 حتى هذا العام. إذن وجود هذه الفرصة ما كان لأن يكون لهذه الشركات هذه التحقيقات الكبيرة من أو الطفرات الجديدة إلا لولا وجود كورونا ووجود الحل لأزمة كورونا ووجود اللقاحات حاليا. فبالتالي قطاع الصحة إجمالا يعتبر يعني من أكثر المستفيدين من هذه الأزمة إن صح التعبير بعملية الارتفاع. هيلث جروب في الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إعلانات أرباح قوية جدا، وتمكن السهم أيضا من الارتفاع بشكل واضح. موديرنا، فايزر، كلها شركات حققت طفرة بالارتفاعات. هذا يعزز يعني الإجابة للسؤال الخاص بك اللي هو إنه ما هل هو بديل، إنما يوجد بدائل للعوامل الأبرز المؤثرة على الاقتصاد حاليا دون عامل الكورونا. طيب، أنتقل إلى ملف النفط العالمي. يعني كما نعلم النفط شهد تراجعا وانخفاضا في الأيام وربما الأسابيع
الماضية. هناك بعض المحللين الذين نلتقي بهم بين فترة وأخرى هنا في عراق 24 توقعوا توقعات ربما تصل إلى تفاؤل كبير بتوقعاتهم التي وصلت إلى 90 دولار للبرميل. هنالك أيضا بالمقابل من تشاءم وذكر بأن سعر برميل النفط ربما سيكون تحت 70 دولار والخمسة وستين دولار. كيف ترى أسعار النفط في ظل الانخفاض الحالي أنت من وجهة نظر شخصية؟ يعني أنا أعتقد أن الانخفاض اللي حدث انخفاض طبيعي جدا. نحن عم نتحدث أنه WTI أو خام غرب تكساس هبط من مستويات 73 حتى مستويات 68 أو 69 تقريبا. برنت كان عند مستويات 75 وهو الآن عند 72 تقريبا. هبوط 3 دولارات على الرغم من ارتفاع واضح في عدد الحالات متحور دلتا، تخوفات من الفترة المستقبلية، ولكن نرجع إلى الأساسيات. نحن إلى الآن لم نعد إلى مستويات الطلب السابقة التي كنا عليها قبل أزمة كورونا. نحن لم نصل بعد إلى مستويات 100 مليون برميل يوميا، ونحن عند مستويات 96 مليون برميل يوميا كطلب، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر. أيضا من العوامل التي تحفز إمكانية عودة أسعار النفط للارتفاع، ننظر إلى مخزونات النفط إجمالا التي هي لا تزال في قراءات منخفضة، بمعنى آخر أنه عندنا استهلاك كبير في مخزونات النفط حول العالم، وعلى رأسها مخزونات النفط الأمريكية التي تعد مقياسا للطلب المستقبلي. إذا تم استهلاك هذه المخزونات بشكل كبير، إذا يوجد طلب مستقبلي أكبر لإعادة تعمير هذه المخزونات مرة أخرى. بالتالي ذلك يعطينا يعني أمل إيجابي للفترة القادمة، أنه لا يزال يوجد لدينا الارتفاعات على الطلب والتي تعزز الارتفاع على أسعار النفط والتي قد تحقق الطفرة. ولكن على الطرف الآخر من المعادلة وهو المعروض النفطي، المعروض النفطي حاليا يعني يوجد نوع من الآلية التفاهم التي تعزز استقرار أسعار النفط، وبالتالي لن يكون هناك زيادات في الإنتاج أو زيادات في يعني المعروض النفطي ما لم يكن هناك ترند صاعد أو اتجاه عام صاعد. أي بمعنى آخر، لن تسبب الزيادات هبوط أو تغيير في الاتجاه العام الصاعد للنفط. يوجد اتفاق من معظم منتجي النفط على هذا الأمر، بالتالي ذلك يترك المعادلة مفتوحة لاتجاه واحد فقط وهو الاتجاه الصاعد، المرتبط بشكل واضح بعملية التعافي الطلب، الآفاق المستقبلية، انحسار الآثار السلبية المرتبطة بإغلاقات مؤقتة أو تخوفات مؤقتة من كورونا أو من المتحور الجديد دلتا. هذا يعطينا المجال أنه لا، أسعار النفط لساتها على سكة الصعود، وحتى وإن زارت مستويات أدنى بعض الشيء، لا ننسى أبداً أنها بدأت العام من مستويات جداً منخفضة تكاد تكون دون 30 دولار للبرميل، وتمكنت من الوصول إلى مستويات تقع إلى 75 دولار للبرميل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبرون ارتفاعه مؤقتاً. يجب أن يترجم ذلك النفط كذلك الأمر ارتفاعات أعلى قد تصل إلى المستويات، لن أقول 90، ممكن 80 85 دولار للبرميل أن نشهدها قبل نهاية التعاملات هذا العام. طيب، هل من الممكن اعتبار هذا التفصيل وهذا الكلام رسالة اطمئنان للدول النفطية؟ يعني هو ليس بمعنى أن الدول النفطية معظمها قامت يعني تعديل موازناتها أو إعداد موازناتها للعام الحالي على مستويات أقل من ذلك بكثير، وبالتالي حققت الوفورات والفوائد التي يعني حتى الآن ولا تزال مستمرة. ربما يعني سيد رائد، ربما أقرب مثال هو العراق. العراق حدد 45 دولار لبرميل النفط الواحد، لكن نحن نتحدث عن عجز كبير بالموازنة العراقية. هل من الممكن أن يغطي العجز وتحصل الوفرة من خلال أسعار النفط المرتفعة؟ بلا شك إذا تمكننا نحن من الارتفاع بشكل أكبر مثل العراق، نحن عم نتجاوز مع تجاوزنا المستويات ل 85 دولار للبرميل، أي يعني هذا تقريبا ضعف أرقام الموازنة، وهذا يساعد بشكل كبير على مضاعفة العوائد المالية التي كانت متخصصة أنها تأتي من قبل القطاع النفطي، وهذا من شأنه أن يحقق يعني ردم في العجز النفطي. نحن نتحدث عن العالم ككل هنا، أنه معظم الدول مستفيدة وبشكل كبير من الأسعار الحالية، وليس من مصلحة أحد عودة أسعار النفط إلى الهبوط مرة أخرى. بالتالي
هذا يعني أن المعروض أو الإنتاج النفطي لن يكون هو الطرف المعادلة في الفترة القادمة بشكل واضح، وإنما سوف يكون الآمال يعني مرتبطة بشكل أكبر بالطلب النفطي الذي لا يزال أمامه مجال للارتفاع بأكثر من 4 مليون برميل مع وجود المعروض النفطي الحالي. هذا يتيح المجال لزيادة الحصص النفطية للدول المنتجة، ويتيح في نفس الوقت أن يكون في عندي عودة للاستدامة. ما ضغط على أسعار النفط هي بيانات سلبية في الصين، ما اللي كانت يعني نوعا ما، والقلق من متحور دلتا، ونحن نعلم أن الصين تعتبر من أكبر المستهلكين النفط في العالم، وبالتالي هذا ما ضغط نوعا ما على أسعار النفط وسبب موجة الهبوط الأخيرة. ولكن تمكنت أسعار النفط من الاستقرار يوم أمس وتحاول العودة مجددا للارتفاعات خلال تعاملات اليوم، فذلك يعطينا أن النظرة الإيجابية لا تزال موجودة على أسعار النفط، فنيا لم يغير اتجاهه العام الصادق. طيب هذا بالنسبة للنفط، ماذا تتوقع لأسعار الذهب والمعادن؟ الذهب يعني هناك الرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين أعلى، فيتجهون إلى أسواق الأسهم ويقومون بالتخلي عن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، وبالتالي ذلك سوف يحقق لهم الفرصة. طالما نحن موجودين بسيزن، أنا عم أقول لك، أو موسم إعلانات الأرباح لأكثر من 88% من الشركات أعلنت أرباحها بأعلى من التوقعات، فيعني معظم المستثمرين يتجهون إلى اغتنام هذه الفرصة التي تحقق لهم العوائد، والاتجاه نحو أسواق الأسهم التي تحقق الربحية، بالتالي ذلك حقق ضغط على أسعار الذهب في الوقت الحالي. لكن مع عودة الأسواق مرة أخرى يعني التفاعل أو بعد موسم الأرباح إن صح التعبير، سوف يعود النفط الذهب للارتفاع يعني بنظري لسببين رئيسيات. أولا ترجمة التضخم كما هو بالنسبة للنفط، ضعف الدولار الأمريكي أو تراجع الدولار الأمريكي مع بقاء السياسات التحفيزية هو عامل مهم أنه الذهب عندي يرتفع، وارتفاعاته هون خلينا نكون واضحين، أنا لا أتوقع أن نعود إلى مستويات الألفين دولار، إنما نتحدث عن عودة على الأقل حتى مستويات الألف وتسعمائة دولار للأونصة. نحن الآن نقبع عند الألف وثمانمائة وثمانتعشر دولار للأونصة، فذلك قد يعزز عودة للارتفاعات. أيضا العامل مهم جدا وهو أنه عندي الذهب حقق هبوط واضح وأصبح مغري للشراء بالنسبة للكثير، ويعني نلاحظ أنها مجمع منطقة تجميع واضحة بالنسبة لصفقات الشراء بدأت تزداد أكثر. يوجد بعض التقارير التي تظهر عودة المشترين واغتنام الفرصة أو المنطقة الحالية للشراء بشكل أكبر، بالتالي هذا يعطيني أنه 1800 دولار للأونصة هي مستويات نوعا ما صلبة تمنع الذهب من الهبوط أكثر. طيب كيف ترى مستقبل سياسات البنوك المركزية في العالم؟ يعني برأيك هل ستكون قادرة على الموازنة بين مخاطر فيروس كورونا على النمو الاقتصادي وأيضا مخاطر التضخم من جهة أخرى؟ يعني تماما، هي المشكلة أصبحت بالنسبة للبنوك المركزية المبالغة في السياسات التيسيرية. يعني لما يكون البنك المركزي عم يخلي أسعار الفائدة بشكل منخفض جدا، إذا الأموال رخيصة، سوف يكون هناك إقبال كثير على الاقتراض من قبل المشروعات التجارية، ولكن المبالغة في الاقتراض هذه هي التي ستسبب مشكلة كبيرة. معظم الشركات، نتحدث عن الدول التي تقوم ب يعني عمليات تحفيزية بشكل كبير وتوفر هذه القروض، معظم الشركات توجهت نحو هذه القروض الرخيصة، لكن الإسراف في هذه القروض الرخيصة، أنت تعلم تماما أن البنوك المركزية سترفع أسعار الفائدة مجددا، وبالتالي ما تم أخذه بمستوى سعر فائدة معين سوف تدفعه بسعر فائدة أعلى في الفترة القادمة، بالتالي يعني بمعنى قيمة الأموال ستكون أعلى في الفترة التي يتم فيها السداد، بالتالي ذلك سيشكل ضغط على هذه المشروعات. وبلا شك صناع السياسة النقدية لا يرغبون بهذا الأمر، فيتجهون نحو امتصاص السيولة من الأسواق ورفع أسعار الفائدة تدريجيا. عملية امتصاص السيولة ورفع أسعار الفائدة تدريجيا يجب أن تحدث في وقت قريب خلال العام القادم. بالنسبة للاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال، من المتوقع بشكل كبير أن يبدأ فعليا بتقليص برنامج شراء السندات، وهو يعني الإدانة المباشرة للشركات إجمالا والبنوك،
بدء تقليص هذا البرنامج اللي قيمته 120 مليار دولار أمريكي شهرياً، يتقوم بشراء سندات ركون عقارية وسندات دونات خزينة. الفيدرال الأمريكي سيبدأ بتقليص هذا البرنامج على الأغلب خلال تعاملات العام القادم، وصولاً حتى موعد رفع أسعار الفائدة الأول في العام 2023، وسوف يكون معظم البنوك المركزية تتجه نحو نفس الاتجاه. قد تسبق بعض البنوك المركزية الفيدرال الأمريكي كالبنوك الأسترالي والنيوزيلندي، لأنها اقتصادات مرتبطة بالسلع بشكل مباشر، وأيضاً من المهم جداً أن تقوم بتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع نسبياً، وحتى تقضي على عامل التضخم حتى لا يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع بشكل عام، وتقل جاذبية هذه السلع للتصدير. سوف يكون هناك توجه نحو تشديد السياسة النقدية وإبقاء الأسعار أو التضخم دون المستويات المستهدفة أو عند المستويات المستهدفة 2%، حتى لا ننتقل من مرحلة التضخم الزاحف الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال اللي هو عند 3-4%، وصلنا إلى التضخم بنسميه الووكينج انفليشن اللي هو بيتجاوز عندي 6-10%. لا نريد أن أو لا يريد صناع السياسة النقدية الوصول إلى هذه المستويات، فبالتالي سيتجهون إلى تشديد السياسة النقدية. يعني بمعنى آخر سوف تتجه البنوك المركزية إلى الانقلاب في سياساتها النقدية من التيسيرية التحفيزية إلى التشددية خلال منتصف العام القادم أعتقد. نعم سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، كنت معنا من دبي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.